كده نبدأ نركب الأوتار. هاجي بقى أركب الأوتار الجديدة اللي عندي في الجيتار الأكوستيك. أنا جبت الأوتار بتاعتي ديت داداريو، الأوتار الداداريو أنا هقرأ دلوقتي الأقطار بتاعتها. أصغر قطر عندي 0.009 ملي، يعني 9 من الـ1000 من الملي، ده اللي هيبقى المي الحاد، وهيبقى الأغلص حاجة 0.045، يعني 0.0 تقريبا، يعني 4.5 من 100 من الملي القطر بتاعه. فأقطار معدنية قليلة جدا، فهتلاقي نص ملي الوزن بتاع أتخن وتر، وهتلاقي الـ 0.009 من الملي في الوتر الرفيع اللي هو الني دوت. الاوتار نوعها انا جايبها داداريو. طبعا كل ما انت بتجيب ماركه معقوله هتلاقي انك انت الاوتار بتاعتك بتعيش اطول والصوت بتاعها بيبقى ليه رونق. فانا بستعمل في داداريو، في الكسير، في مارتن، في فندر، في ياماها، فهتلاقي كل الشركات الكبيره بتنتج الاوتار ديت. فالاوتار اعتقد الاكوستيك الداداريو بتصنع في اليو اس اي، وهتلاقي العلم امريكا ميد ان يو اس اي موجود. الامريكا هي من اهم الدول في انتاج الاوتار ديت، واعتقد ليها سمعه كويسه جدا يعني. فلما تلاقي الاوتار امريكيه حتى معناها انها مضبوطه يعني، هم حاطين عليه نوع من الدعاية كمان، فوق 100 سنة من الانضباط في الأوتار، يعني الأوتار أوتار مضبوطة، فهي شركة عمرها أكتر من 100 سنة يعني، شركة داداريو. بفتح العلبة بتاعتي وهطلع الأوتار علشان أبدأ أجهز نفسي للتركيب. أخف حاجة من التنشن بتاعي اللي هو الشد بتاعي، كل ما كان التنشن عالي في الوتر ده معناه انك بتاخد مجهود اكتر انك انت تعزفه. فانا قررت ان انا عايز اعزف الاكوستيك بسهوله يعني، مش عايز التون يبقى عميق قوي ولكن يبقى سهل في العزف. فانا اخترت اللي هو الفيري لو تنشن، يعني اقل شد ممكن تجيبه. طبعا لما تشتري اوتار اكوستيك او الكتريك، الاوتار معدنيه، لو ما جاتلكش الاوتار في غلاف بلاستيك مقفول من المصنع، تعرف ان الاوتار ديت مش سليمه او فيها حاجه مش مظبوطه او حد طلعها او الكواليتي بتاعها ضعيف او مزوره يعني، واخد بالك. كل الشركات الكبيره هتبعت لك دايما الاوتار في كيس مغلق محكم عشان الصدى ما يجيش للاوتار قبل ما انت تستعملها. فبالذات الاوتار المعدنيه هتلاقيها، الاوتار المعدنيه هتلاقيها في كيس مغلق. يمكن الكلاسيك ما بيبقاش، بيبقى في علب ورقيه، ولكن المعدني دايما هتلاقيه في كيس مغلق. فدي الاوتار بتاعتي موجوده اهي في الكيس المغلق بتاعي، ممكن اطلعها قبل ما افتح انظف الجيتار. طبعا بخبرتك انت هتعرف مين فيهم اغلص حاجه ومين فيهم ارفع حاجه. لو لوست يعني هتلاقي مكتوب جوه في الداداريو هنا، هتلاقي مكتوب على الورقه ديت، هتلاقي اللون بتاع كل وتر، وهتلاقي الطرف بتاعه اللي فيه الكرة الدوارة ديت اللي هيحجزها الوتد بتاعي، هتلاقي اللون اللي مكتوب عندك هنا في الورق دوت. فانت تختار اللون المناسب لكل مكان من اماكن الاوتار بتاعتك لو غلبت يعني. تمام كده، اشيل الكيس بتاعي. شلت الكيس بتاعي عشان بعد كده بستعمله مع جيتارات تانية ممكن احتفظ بيه يعني. وهبتدي انظف المسطرة بتاعتي، امسح اللي عليها، امسح اللي على الجناب، وامسح اللي على الجنب من الزيت بتاعي. كده كله تمام، المسطره نطفت والجيتار كله بقى نضيف، واتاكد ان كل اجزاء الجيتار اللي مش عارف انضفها لما هركب الاوتار كلها نطفت وبقت كويسه. مسحت كل شيء دوت تمام. هبتدي دلوقتي اركب الاوتار بتاعتي. عشان تبقى واد جامد بقى، خلي معاك دايما بتاع زرادية صغيرة او مقص صغير علشان تقدر تقص بيه الاوتار، لان احنا هنشوف دلوقتي هنحسبها ازاي عشان نقيس الاوتار بتاعتنا ديت، عشان اقص بيها الاوتار الزيادة، لان الوتر بيجي اطول بكتير جدا من اللي انت هتحتاجه. فدايما خلي معاك دوت عشان تقص الوتر الزيادة دوت بمجرد ما نعمل. هنبدأ مع بعض. اول حاجة اللون الفضي لأول وتر اللي هو الإي، اللون الفضي، تعالى يا لون يا فضي أهو.
ملفين وترين مع بعض، هطلع منهم اللون الفضي اللي هو هيبقى الاي بتاعتي. هخلي اللون التاني دوت عشان الوتر اللي بعده. زي ما احنا شايفين كده، اللي هعمله ان انا هتلاقي الوتر دوت فيه تجويف. التجويف دوت هتأكد ان هو حاشر الراس بتاعة الوتر وداخل بيها للتجويف دوت، وهدوس عليه كده. طيب اول ما هوصل لحد، لان انا ده هيبقى ده المي، المفتاح بتاعي اول مفتاح ده هيبقى المي، هشوف لغاية مثلا المفتاح اللي بعده وهقص الوتر هنا. بعد كده هدخل الوتر يدوبك يعدي واروح تانيه، وبعد كده الف المسطرة، الف اسف المفتاح، بحيث ان هو يلضم عليا ويبتدي يشد الوتر. لغايه ما اسمع صوت الوتر واتاكد ان البيج ثابت وان الوتر ثابت من هنا، خلي بالك هيبقى في زياده هنا، هاجي عليها بالزراديه بتاعتي ديت واقطعها بحيث ما تعورش حد، ان بالذات الوتر الاولاني ده هيبقى حد قوي، لو فيها زياده سنه ممكن اتنيها ناحيه المفتاح بحيث انها ما تضرش حد. طيب اركب الاوتار باي ترتيب مش مشكله، ممكن ترتبها باي ترتيب انت ممكن بالنسبه لك الاسهل لك اللي تلاقيه قدامك. فانا فكيت الوتر الثاني دلوقتي، فهدخل الوتر الثاني بنفس الطريقه اللي انا عملت بيها الوتر الاولاني. تمام، فتاني وتر اللي هو البنفسجي، اتاكد ان هو البنفسجي فعلا اللي هو وتر السي، بدخله في وسط القناه بتاعت البيج ديت وهشد عليه البيج وهدخله. مجرد ما يبقى للحتة اللي بعده هقفل عليه واقطع، هدخل الوتر من الفتحة بتاعته زي ما احنا شايفين كده. مجرد ما هيدخل هروح تاني عكس الاتجاه وابتدي ادور الوتر. دايما خلي بالك من اتجاه لف المفاتيح عشان ما تلفوش عكس المفتاح الاولاني، لازم ما تيجي تظبط كل المفاتيح في الاتجاهات بتاعتها اللي هتخلي لك انك انت تظبط في اتجاه واحد. لما تيجي تشد دوت وانت بتظبط الوتر نفسه هتلاقي انك انت بتشد في اتجاه واحد، تغير في اتجاه واحد عشان تشد وتغير في اتجاه واحد عشان ترخي. دايما خلي بالك من الاتجاهات اللي انت بتلف عليها. وباجي على الزياده بتاعته من جنب المفتاح بالظبط واروح شايله. تمام كده هركب باقي الاوتار. خلي بالك في وتر الري، وتر الري هيبقى زي السول بالظبط، يعني زي السول في المكان بتاعه، هيبقى على ثالث مفتاح من بره، يعني الوتر الري هيبقى زيه زي السول بالظبط وانت بتركبه. تمام كده؟ خلي بالك برضو في الجيتار الاكوستيك الاوتار بتتلف من جوه، يعني من جوه كلهم داخلين لجوه وانت بتلف عشان تاخد بالك من النقطه دي. طبعا كنوع من الفن يعني، وانت بتركب الاوتار حاول تخمن الوتر ده هيبقى ايه من الغلظه بتاعته قبل ما تبص على الجدول عشان تعرف انت بتقدر الاوتار وغلظتها وسمكها هيبقى الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع وهكذا.
دقت ساعة العمل، باجي على التيونر وهبتدي اظبط الجيتار بتاعي. تمام، بعد ما ساعدتك تخلص عزف، كل مرة تعزف الجيتار حتة فوطة امسح الأوتار بعد ما بتخلص. تمام التمام، ده بيشيل 90% من الأثر بتاع عزفك على الأوتار، وده بيخلي الجيتار يتحافظ عليه لغاية المرة الجاية لما تيجي تغير الأوتار، وبيطول عمر الأوتار بتاعتك. ما تتصورش الموضوع ده مهم جدا قد إيه إنك تمسح عرق إيدك من على الأوتار. فده بعد ما كل مرة تستعمل الجيتار قبل ما تسيبه جس امسحه يعني. في حاجة كمان بتتباع عند محلات الجيتار اسمها فاست فريت، عاملاها شركة جي اتش اس. اللي بيحصل إنك أنت بتجيب الفاست فريت ديت، هتلاقي جواها فوطة صغيرة في العلبة ديت، فوطة صغيرة تمسح بيها الأوتار زي ما انت شايف كده، وهتلاقي كمان بتاع بلاستيك كده فيها من فوق حاجة عامل زي شبه فرشة من الفلت او من التيل مثلا. اللي بيحصل انك انت بتروح جاي على الأوتار بتاعتك، تعدي بالطول رايح جاي رايح جاي رايح جاي مرتين بس. ده كده بيشيل على، هي اساسا عندها عليها ماده طياره يعني بتشيل الحاجات السيئه ديت، فبتغطيها بعد كده عشان ما تنشفش منك، وتروح لففها وحاططها تاني في العلبه بتاعتها، وتسيبها عشان الاستعمال الجاي بتاعك لما تستعملها بعد كده. واخد بالك؟ دي بيسموها الفاست فريت اللي انت بتشتريها من شركة جي اتش اس. ده بيطول عمر الاوتار كتير جدا، بالذات الناس اللي بتعزف كل يوم مثلا في بندات او في حاجة. حاول يبقى في شنطة الجيتار بتاعتك واحدة من دي، على طول اول ما تخلص على طول بتمسح الجيتار بالفوطة بتاعتك وبتطبع عليها المادة ديت وبتاع، تحافظ لك على الاوتار وتفضل دايما الاوتار اللامعة وصوتها دائما براق. واشوفك الحلقة الجاية.